يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الإشارة إلى السمع أو البصر عند ذكر صفة الله عز وجل مع الإيمان بعدم التمثيل والتشبيه؟ ما هذا ورد في أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى سمعه وبصره ليوضح للناس أنه سمع حقيقي وبصر حقيقي، رد على اللي يؤولون الصفات، لكن ما يفعل هذا لأنه يخشى عليه من التشبيه والتمثيل، إنما يفعل هذا عند الحاجة إذا كان اللي يستمع أنه من المشبهة أو من الممثلة لأجل الرد عليه. نعم. أما تجي عند العوام اللي ما يعرفون الأمور هذه وتشير إلى سمعك وإلى بصرك، هذا ما يصلح. نعم.